20/1/2020 ميسان طريق بغداد عمارة بقيادة قطع الطرق بقيادة لا تلومون المتظاهرين على هذا التصعيد وصار لهم اسبوع يقولون عندنا مهلة ولا واحد من عندكم طلع حكى بصدد هذا الموضوع وهذا استخفاف وتحمل النتائج اللي راح تجي يا ولد ما يصير هيك طبقة الأوزون راح توسع تصير بوسع تيار الحكمة لا لا على شريف ما بيكم يا حكومة يا ساخطين اليوم 20/1/2020 مظاهرات ميسان تصعيد جاري من 6 الصبح لل 5 الصبح قطع كل الشوارع هذا هذا الفيديو خاص بجروب سيف ذا راكب يوم